عينا مختلف المشاريع واستمعنا لمختلف الانشغالات وكذلك النقاط السوداء التي تحول دون تأدية خدمة عمومية خاصة الماء الصالح للشرب على مستوى ولاية وهران التي ما زال يوجد بها بعض النقاط التي تحتاج إلى تدعيم وتأمين. أقول تدعيم وتأمين، وعندما نتكلم عن الماء الشرب في ولاية وهران أكيد لا نستطيع أن نتجاوز هذه النقطة دون الكلام على مشروع ربط محطة الرأس الأبيض كاب بلون لتحلية المياه بطاقة إنتاجية تاع 300 ألف متر مكعب في اليوم والتي هي قيد الإنجاز. عينا مشروع ربط هذه المحطة بمختلف شبكات توزيع المياه.